تونس، داليا أبو عميرة، 90 دقيقة، قناة المحور. نبيل سليم، 90 دقيقة، قناة المحور. طارق صبري، 90 دقيقة، قناة المحور. لميس سلامة، 90 دقيقة، قناة المحور. أسامة عبد التواب، 90 دقيقة، قناة المحور. أسماء البطريق، 90 دقيقة، قناة المحور. رضوى رحيم، 90 دقيقة، قناة المحور. سارة أسامة، 90 دقيقة. دنيا إبراهيم، 90 دقيقة، قناة المحور. سارة حسن، 90 دقيقة، قناة المحور. شريف بركات، 90 دقيقة. من داخل ميدان التحرير، محمد حكيم، 90 دقيقة، قناة المحور. طبعا عنصر أساسي جدا في برامج التوك شو، عصب رئيسي في محتوى هذه البرامج، هو تقرير المراسلين. علشان كده البرامج اللي مراسلينها ممتازين على فكرة بيبقوا أولا نجوم في الشارع، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بيدوا قوة دفع كبيرة جدا جدا لأي برنامج توك شو أو برامج الحوار المسائية. أنا تعاملت مع عدد كبير جدا جدا من زملائنا الصحفيين التلفزيونيين، هو كده بيسموهم يعني في كتب الإعلام. الصحفي التلفزيوني هو المراسل اللي بيشتغل على أرض الواقع، اللي بيضحي تضحية كبيرة جدا لأنه ممكن يتعرض لمخاطر كبيرة من ناحية، والحاجة التانية إن هو بيشتغل ساعات في ظروف غير عادية، يعني ظروف ثورات، في ظروف مثلا أحداث إرهاب، في ظروف في مناطق تكون صعب جدا جدا انك انت توصل لها يعني. والحقيقه الكلام عن المراسلين لا ينتهي، انما انا النهارده بمناسبه مرور 15 سنه على انشاء قناتنا المحببه قناه المحور، بيشرفني ان انا استضيف زملائي من مراسلي البرنامج الحاليين والسابقين. هبدا بالليديز فيرست، الزميله الاعلاميه نيفين سليم. برحب بيكي نيفين. اهلا يا استاذ، وشكرا على المشاركه معايا النهارده. احنا اللي مبسوطين ان احنا رجعنا اتجمعنا تاني. يا رب يجمعنا دايما. زميلة الاعلاميه لميس سلامه، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا منوره يا لميس. بنورك، انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده، وزي ما قالت نيفين ان احنا اتجمعنا من تاني. ربنا يخليكي. الزميل الاعلامي اسامه عبد التواب، اهلا يا اسامه، ومنور برنامج 90 دقيقه. بنورك دايما البرنامج والاستوديو منور بوجودك دايما معتز. شكرا. واصغر المنضمين الى فريق 90 دقيقه الزميل الاعلامي عبد الرحمن ياسين، اهلا بك يا عبد الرحمن. هبدا مع السيدات اولا، هبدا مع نيفين. تقولي لي على يعني ترجعي لي كده بالذاكره لشغلك في 90 دقيقه. اولا انا بدايه شغلي خالص فعلا كانت عند 90 دقيقه. اول ما اتخرجت من الجامعه، اليوم اللي اتخرجت فيه هو اللي جيت فيه اشتغل فيه على طول في 90 دقيقه. فكان مع بدايه البرنامج طبعا خالص، وكان لسه ظهور التوك شو بدايته في مصر. فكان زي ما حضرتك بنتكلم قبل الفاصل، كان فعلا حدث 90 دقيقه، كان حدث في الشارع المصري. الناس لقت ان في برنامج بيقدمهم كويس، بيهتم بمشاكلهم، بنروح لهم اماكنهم، بيقدروا يعبروا بكل بساطه وسهوله عن مشاكلهم، ويقدروا يلاقوا حل ليها للمسؤولين كمان. المسؤولين كانوا بيتابعوا البرنامج كويس، ويبقى فيه صدى كويس جدا للحلقات كتير كنا بنعملها. انا اتذكر مثلا عملنا حلقه مره عن جاسوس مسكوه متهم للجاسوسيه لاسرائيل. وبعد ما الداخليه اعلنت عن الموضوع دوت بدقائق، كنا عند منزل اهله. وطبعا حضرتك عارف قد ايه بتبقى الصعوبات في الوقت ده، الاهل متنشنين، الجيران كلهم هيجين على الاهل وعايزين يمشوهم، واحنا في كل ده عايزين نعمل لقاء بقى. احنا بعد ده كله عايزين نعمل لقاء مع الناس. انا فاكر انت على فكره ساعتها عملتي شغل مميز جدا، عملنا وعملتي الحوار من ورا الشراعه، من ورا الباب. فعلا مش كده؟ فعلا يعني ذاكره حضرتك ما شاء الله، ده بقاله سنين كتير جدا. ده كان بقاله 10 سنين تقريبا. ما هو ده اللي انا بقوله، البرنامج الحقيقه كان عنده عناصر قوه من
من ضمنهم المراسلين، كانوا الحقيقه فدائيين مش مراسلين. هو الحقيقه لما رحنا لاهلهم رفضوا ان هم يفتحوا لنا الباب، حاولنا نتكلم معاهم، والده المتهم ومراته كانوا بيكلمونا من بره الباب وبيشتمونا ان احنا اعلام بنحب التشهير بالناس وبنحب ان احنا نشمت فيهم في المصايب. فحاولت بقدر الامكان ان انا اتجاوب معاهم، لكن الحقيقه ما فتحوش الباب برده، فجبت المايك بقى وحاورتهم من ورا الباب. برافو عليك، برافو عليك. انا والباب. برافو عليك. انت دلوقتي بتعملي ايه؟ لمن لا يعرف يعني، انا حاليا ما زلت في قناه المحور، اشتغل برده في 90 دقيقه، وبطلع في الايام المفتوحه يعني او في المناسبات الخاصه بكون في الاستوديو كمذيعه. كمذيعه. طيب كويس، اهلا بيكي في عالم المذيعين والمذيعات. يعني لميس سلامه عندها تجربه ثريه جدا برده، ومشوار طويل بداته معانا منذ بدايات 90 دقيقه، ونتعرف بقى على بداتي ازاي ومشوارك بقى. يعني هو 90 دقيقه المكان اللي انا بدات فيه وتعلمت منه وتعلمت منك، وكنا بنحاول طول الوقت ان احنا نبقى بنتبع مدرسه مختلفه، لان وقتها يمكن كان في منافسه، ولكن مش زي دلوقتي. اكيد المنافسه كانت قليله، بس كان عندنا تحدي اللي هو ازاي نطلع بالليل نقدم حاجه ممكن هتكون بتذاعها برامج تانية بس مختلفه. أوه. علشان نقدر نجيب المشاهد لحد عندنا يتابع الماده بتاعتنا احنا تحديد. أوه. تحديدا. فكنا لو تفتكر بنتبع مدرسه خاصه بينا، وهي مدرسه الشخصنه، ازاي ان احنا نشخصن على المواطن، ازاي المواطن يشوف نفسه فينا، ازاي لما يفتح يلاقي نفسه، ازاي نتكلم بطريقته، ازاي نبقى ببساطه المواطن البسيط. وانا بقى كنت من الناحيتين، ازاي ابقى بعمل الحاجات اللي شبهي واتنطط واعمل، وازاي ان انا ارصد اللي بيحصل في الشارع. انا فاكر كمان ان انت تحديدا طريقه ادائك كانت مختلفه شويه، لان انت كنت بتعملي اللي هي الفيتشرز او التقرير اللي هو خفيف شويه، يعني خفيف بس برضه في عمق، بس ما كنتيش حتى بتحبي انك انت تتكلمي بالعربيه الفصحى علشان يمكن تقربي من المشاهد اكتر. انا من يوم ما انا بدات وانا كنت واخده طريق كده لوحدي، ان انا بحب اتكلم بالعاميه، وكان شبهي وطريقتي، وكل واحد بيبقى ليه الطريقه اللي بتميزه. فالحمد لله يعني لقيتها مشيت، وكنت بتكلم شبه الناس يعني. كنت حابه اكتر ان انا اتكلم شبه الناس واعمل التقارير اللي شبههم، وانزل لهم الشارع. صحيح. واعمل حاجات وانا بهنيكي والله يا لميس. انت كلكم طبعا زي الفل وحبايبي، بس انت يعني الحقيقه مشوارك فيه يعني محطات جميله جدا، وعملتي حاجات كتير وتعبتي، ويعني ما افتكرش ابدا انك انت عملتي اسمك بسهوله. الحمد لله. ده انا لسه 90 دقيقه، ده انا لسه لحد من شهر كنت في 90 دقيقه، من شهرين كنت. حلو. قولي لنا بقى دلوقتي بقيتي مذيعه صح؟ الحمد لله. انا دلوقتي بعمل المورنينج شو او برنامج الصباحي صباح البلد على قناه صدى البلد. الف مبروك وكل التمنيات ليكي بكل نجاح وكل توفيق يا رب. اسامه عبد التواب، يا ترى انا شخصيا فاكرك كويس قوي لان اشتغلنا مع بعض سنين، بس يمكن بالنسبه للمشاهد اللي بيتفرج علينا محتاج يعرف برضو انت ازاي بدات العمل في 90 دقيقه. مش عارف، بقالي فتره ما جيتش هنا، بس انا في بيتي. تمام. من 2006 طلع البراند الجديد 90 دقيقه، كان منافس برنامج من ضمن ثلاث برامج كانوا موجودين، قنوات خاصه بوجهة نظر صحفية مختلفة جدا، وكان مع الزملاء كان في مهمة جديدة بتوصل للناس عن طريق المراسلين. المراسل اللي هو كان بينقل نبض الشارع، وده كان أول نقطة أوصل فيها للنبض الحقيقي بتاع الشارع. دخلنا محاكم وبيوت وغطينا حياة كتير قوي. من هنا ابتديت افهم يعني ايه صحفي تلفزيوني، لانه كالعاده الصحفي هو اللي بيكتب. صح. ازاي تعمل توصل الرساله بتاعتك عن طريق تقرير مصور، صوره وكتابه، ازاي تعمل لقاء، ازاي كل التفاصيل دي. من هنا من هنا كان اول احتكاك ليا بمهنه مهمه جدا وشاقه جدا، فيها اعباء يعني ممكن الناس ما تتخيلهاش شويه، من حيث السفر والمشاوير والمونتاج والمصداقيه اللي اتعلمناها في المدرسه، والضغوط 90 دقيقه، الضغوط بتاعت وقت تسليم التقرير، لانه في هواء يعني في هواء فانت على طول تحت ضغط طول الوقت، في وقت انت مطالب ان انت تسلم في الوقت دوت. رايح السويس، رايح الصعيد، انت جاي وهتمنتج وهتطلع الشغل في الوقت، لانه مفيش مجال للخطأ في الوقت.
مدرسة 90 دقيقة بالنسبة لي أنا كانت مميزة جدا، لأنه برنامج فعلا زي ما اتكلمنا قبل الهوا كان ليه شوية مصداقية في الشارع، ودوت اللي خلاني بعد ما سبت 90 دقيقة وكنت شغال في قناة أجنبية وما رحتش ما رحت لهاش غير من التاريخ بتاع 90 دقيقة قناة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، بروديوسر أوت أوف كادر راجل قال لي أنا أنت مش 90 دقيقة؟ قلت له أيوة أنا 90 دقيقة. وقتها حسيت قوي قد إيه إحنا كنا لامسين الشارع بجد، إحنا إزاي قدرنا نوصل للمصريين كلهم في كل بيوتهم عن طريق الساتلايت، إحنا إزاي كنا متشافين وإزاي كانت الناس متابعانا، لأنه كان برنامج من البرامج المؤثرة في الوقت دوت. طبعا إنه كمان التوقيت كان ليه وقت، كان عامل مهم جدا 2006 لغاية الثورة وما بعد الثورة، وقت كان فيه حراك سياسي في الشارع. ما انساش ابدا الاعتصامات اللي كان بيعملها اعضاء مجلس الشعب اللي هم بعد كده بقوا في مناصب سياسية اعلى. الموضوع كان مختلف جدا. اخذنا مرحلة من 2006 ل 2012 مرحلة حساسة قوي في تاريخ مصر، و يا رب نكون قدرنا بس نوصل اللي احنا كنا لازم نوصله للناس. الحمد لله الحمد لله. انا لا انا مبسوط جدا كمان، ويمكن يا اسامه واحنا في اليومين دول بتوع الكوره وكل الملايين المصريين بيتطلعوا ل الجابون، ان اسامه عبد التواب بالمناسبه احنا اوفدناه في برنامج 90 دقيقه في سنه 2010 لتغطيه كاس الامم الافريقيه اللي مصر احرزتها للمره الثالثه على التوالي بهدف جده في غانا في الفاينل. فالحقيقه راح اسامه الحقيقه كان وشه حلو جدا على مصر انه رجع بالكاس، فانا بحب ان انا افكرك بحاجه زي كده ليها يعني ذكرى جميله. عبد الرحمن ياسين من الجيل الجديد من المراسلين، وهو مراسل يعني جميل جدا وواعد وطموح، ويا ريت تكلمني عن تجربتك يا عبد الرحمن. هو بدايه استاذ معتز، احنا كنا في فتره الجامعه كنا بنشوف استاذه نيفين، استاذه لميس، استاذه داليا ابو عميره، هم مثل لينا واحنا في الجامعه. ما كبرنا قوي كده يا عبد الرحمن، ده كده ليه كده يا ابني؟ انت اخترت انك انت تقول حاجه زي كده مع الستات. انا انصحك، بص لو انت تحب تقول لي يا معتز انصحني نصيحه في بدايه حياتي العمليه، اوعى تهوب ناحيه ست ناحيه سن واحده ست، ده دول لسه دول في المقام الاخوات الصغيرين. المهم المهم ما تقمعوهوش يا جماعه، الراجل لسه. خلاص اتفضل يا عبد الرحمن. فان انت تنتقل من مرحله ان انت كنت بتشوف الناس دي على الشاشه وبتعلم منهم هم وغيرهم، ان انت تنتقل كزميل ليهم داخل 90 دقيقه برنامج بهذا الرونق وبهذه الكيفيه. كان الاول يعني الجيل القديم زي ما بيقولوا، كان الاول كان في برنامجين توك شو رئيسيين مشاهدين للناس كلهم، دلوقتي في ساحه اعلاميه فيها مساحه شاسعه من برامج التوك شو، في منافسه شديده جدا في البرامج. المراسل دلوقتي لازم يتميز، وده اللي احنا بنعمله، لازم تتميز علشان وسط الساحه الاعلاميه الكبيره دي كلها تظهر بحاجه ومحتوى برونق برنامج 90 دقيقه اللي من واحنا صغيرين بنشوفه وما زلنا الناس كلها بتشوفه وبتتابعه. طيب. يمكن من اغرب المواقف اللي لما واجهت هنا البرنامج قالوا لي لا احنا مش هنشتغل بشغل الاخبار والطريقه التقليديه الترديشن اللي احنا بنشتغل بيها، احنا هنشتغل على المواطن، هنشخصن على المواطن، المواطن هو اساس وعصب البرنامج، احنا مع المواطن والمواطن هو الاساس عندنا. فكان شغل مختلف بطريقه جديده جدا، بنيت فحواها في البرنامج لما كل الناس وصداها بيوصل او بينزل الشارع مجرد ما يقول 90 دقيقه فالباك جراوند بتاعه هو المصداقيه والناس نفسها. كل التمنيات الطيبه ليك والنجاح والتوفيق ان شاء الله، وقدامك مستقبل كبير، وانا متاكد انك انت هتبقى يعني انت اوريدي بقيت مراسل ممتاز، ان شاء الله هتبقى افضل بكتير ان شاء الله. ان شاء الله محرك هنا في كل المراسلين الحقيقه يعني ايه كشفوا سر المهنه للمنافسين بتوعنا، قال لك بنشخصن وبنعمل، اديناهم روشته على بياض، يعملوا ايه؟ شايفين بقول لكم
من اصحاب الكفاءات. سريعا كده قبل ما تختم طيب عارفه الوقت، بس انا افتكرت في نص دقيقه، افتكرت بس كذا موقف حصل خلال البرنامج، ان جالي عرض جواز من اكبر معمر كان في مصر 105 سنه، كان متجوز جديد فكان عايز يتجوزني. انا كان لما رحت اعمل عمل تقليد والله العظيم انا مش فاكره لما جه، لا انا فاكره كويس قوي، هو دي ستوري لا يمكن الواحد ينساها. بس اتسرقنا في المحكمه، شنطتي اتسرقت في المحكمه، انا بعمل سابقه ان انا اسجل مع المتهم في القفص. واحنا برضو بنعمل تقرير، كنت رايحين على شقه بنسجل مع اسرتها، طلع انها شقه مش ولا بد يعني، واحنا نازلين الناس كانوا عايزين يضربونا ويموتونا، انه كان فاكرين ان احنا رايحين نصور حاجه. اكيد بنتعرض لموقف، كنا بنتعرض لموقف. دي كانت شقه شمال شمالي. يا جماعه يا جماعه، ما هو احنا فاهمين هي شمال العماره، انا فاهم عشان بس ما تفهموش حاجه غلط. ما هو انا اللي بتقولوا ان فين سليم ده، هي مهنه البحث عن المتاعب، مساله مش سهله ابدا. ايه رايكم نشوف مراسل اخر من فريق برنامج 90 دقيقه سابقا وحتى وقت قريب قوي، وهو تامر مجدي، اللي الحقيقه انا ببارك له جدا على انضمامه لقناة دي ام سي لو انا مش غلطان، وهو الحقيقة نموذج مشرف للإعلامي المصري، وانا متأكد ان هو هينجح زي ما نجح في 90 دقيقة، هينجح في اي حتة هيروحها. تامر مساء الخير، وبقول لحضرتك الف شكر انك انت بتتواصل معنا النهاردة. الف شكر عليك يا استاذ معتز وعلى زملائي الاعزاء اللي قاعدين جنبيك، الف شكر على كل نصيحه قدمتها لنا، الف شكر للاستاذ محمد بدوي على كل حاجه محترمه قدمها لنا، مخرج البرنامج العظيم اللي من 2006 كان بيشاهد على كل نجاح هذا البرنامج، الف شكر للاستاذ سامي عبد الرادي رئيس تعريف برنامج الجميل اللي كان دايما واقف وسطنا، الف شكر لنيفين واللميس والداليا واسامه وكل الجمال الناس الجميله جدا اللي اشتغلنا معاهم 90 دقيقة من أول ما بدأنا فيه، من أول ما كنا معدين ومراسلين فيه، كلكم كنتوا بتأكدوا لنا على إن إحنا لينا وقت مناسب ومساحة كاملة، أستاذ معتز كنت دايماً بتقول لنا كل النصايح الكاملة، كنت دايماً بتدينا كل المساعدة الكاملة اللي تخلينا فعلاً موجودين في الشارع. أنا سعيد جداً إن كنت فريق واحد فريق العمل الجميل ده بإدارتك وبرعايتك وبكل حاجة جميلة كنت بتقدم لها لينا، وسعيد جداً إني اشتغلت في برنامج يعني قايم جداً بعتبره الأب الروحي لكل برامج التوك شو في العالم العربي كله، مش بس كمان في مصر. انا بارك لكل العاملين في قناه المحور على عيدنا الجميل، مش عيد بس كل المصريين. طبعا شكرا تامر مجدي، وبشكر زملائنا اللي موجودين معانا هنا في الاستوديو، الف الف شكر. وبعد الفاصل هستقبل عدد اخر من زملائنا من الصحفيين التلفزيونيين، محمد حكيم، داليا ابو عميره، دنيا ابراهيم، ساره الكامل، واي حد هيجي تاني. المهم هيبقى في مجموعه جديده. بشكركم يا جماعه، وبتمنى لكم كل التوفيق في اي حاجه انتم بتعملوها. ودلوقتي قبل الفاصل هسيبكم مع تقرير اصعب شيء انك انت تظهر على شاشه بيشوفها الملايين في وقت ما حدش فاهم فيه وضع البلد، ولا البلد رايحه على فين، يا ترى هتتحيز لمين، هتطلع مين ضيف معاك، هتختار مين، هتنتمي لاي فريق. ده كان التحدي الكبير اللي واجه 90 دقيقة وقت ثورة يناير 2011، لكن كان الحقيقة منهج البرنامج محدد، مش هنتحيز لحد، احنا مجرد هننقل الواقع، هنرصد الحدث بشكل مجرد، وهندي الفرصة لكل الأطراف عشان تعبر عن رأيها، ونسيب الحكم للمشاهد. هنتقابل بعد هذا التقرير، اوعوا تروحوا في أي حتة.